اصطدام قارب هاني وعاصم مع قارب نهري كبير شتت الاثنان وفقد كل منهما الآخر. وبينما كان هاني يفتش عن عاصم وجد نفسه في أراضي عائلة فلاح غني في تلك المنطقة، حيث استضافته تلك العائلة تحت اسم مستعار فرج زيدون. نسيت الاسم الذي أعطيته لنفسي الليلة الماضية. ماذا قلت لهم عن اسمي؟ صباح الخير، ماذا تفعل؟ لا شيء لا شيء. بالمناسبة، هل تحب الذهاب للمدرسة؟ ألا؟ طبعا أحبها، ولا أعرف ولدا يكره المدرسة. ألست مثلي؟ أنا أتحداك أن تكتب اسمي، هل تستطيع؟ ها؟ طبعا أنا أعرف الكتابة، لست غبيا. انظر، فرج زيدون. ما رأيك؟ فرج زيدون. ممتاز، كتبته صحيحا. إنك شاطر. اسمحي، لا تسمحي له بالخروج إطلاقا، هل فهمتي؟ أعرف. عاصم، إلى أين أنت ذاهب؟ أدخل. ألست أنت عاصم الذي يبحثون عنه؟ ماذا تقول؟ أنت عاصم؟ يجب أن ألبس هذه البدلة لتناول الإفطار؟ هذا صحيح، إلا عائلتنا عائلة منظمة، عندها نظام، نظام في كل شيء، حتى أنها خصصت ملابس لكل وجبة. أرجوك أن تتذكر هذا، وإلا ظهرت بمظهر الغبي. هل فهم؟ ولكنني لم أسمع أبدا في حياتي في مثل هذا النظام. أرقب تصرفات الآخرين، إن رب العائلة كان ضابطا في الجيش، هل تعرف؟ وهو رجل محترم ونظامي جدا. ضابط في الجيش؟ لا تجلس حتى يجلس الآخرون، مفهوم؟ إذا أخطأت فإنهم سيلوموني أنا، هل فهم؟ عمري ما كنت محرجا من أجل تناول وجبة طعام كما أنا الآن. تعال يا لولو، سأحضر لك شيئا تأكله في المطبخ. صباح الخير. تعال هنا، تعال يا فرج. فرج اجلس بجانبي. حضر رب العائلة.
صباح الخير. صباح الخير يا بي. صباح الخير. والدي وأمي إن شاء الله تكون في صحة جيدة. شكرا يا أولاد. شكراً. تفضلوا اجلسوا. اجلس. هل تعرف يا والدي لقد مضت سنة على وفاة ابن عمنا؟ إن عائلة الصيادين يحترمون أنفسهم مؤخرا. إنهم يحاولون خداعنا يا أبي، أنا أعرف ما ينون عليه. أعرف. عفوا. إن القضية بيننا منذ 30 سنة، لا يمكن أن نتصالح معهم فجأة. نتصالح؟ كيف تقولين ذلك يا أمي؟ سوف أنال منهم واحدا واحدا. هكذا أريدك يا بنائي، عندما نتخلص من عائلة الصيادين نستطيع أن نعيش بسلام في كل الأرض التي أخذوها منا. أنت غريب يا فرج، لا علاقة لك بمشاكلنا. هل فهمت؟ ماذا تقولين يا نجوى؟ إنه لا يحب عائلة الصيادين، أليس هذا صحيحا يا فرج؟ ماذا؟ إني لا أعرف، لا أعرفهم. يا حضرة الضابط! من هذا؟ أنا القائد وطاع. حسناً، ما المشكلة؟ إنها عائلة صيادين مرة أخرى، لقد هربوا بالقطن الذي جنيناه. ها. ماذا؟ هل سمعت يا حامد؟ ها؟ اذهبوا وتدبروا الأمر يا أولادي. انتظروني، أنا قادم معكم. انتظر هنا يا فصيح، لن نغيب كثيراً، اترك المسألة لنا. انتبهوا يا أولادي، سوف نعود. لا تخف، لا تخف أبدا يا عاصم، إننا لن نحتفظ بك هنا أبدا. زوجتي على حق، نحن لن نؤذيك أبدا، يكفينا المشاكل التي بيننا وبين عائلة السيافين. لقد كان عندنا مزرعة كبيرة وعمال كثيرون، ولكي نحافظ عليهم تشاجرت مع كثيرين منهم وتعاملت مع أناس زيين، ثم أفلست، ولكننا الآن أسعد حالا. أنا وزوجتي نعيش هنا ونصطاد سمك. هذه هي حالنا. والآن هل تثق بنا؟ ما كان بإمكاني أن أنقذك يوم أمس، كنت مضطرا لإعادتك. أشكركم، أشكركم من كل قلبي، لقد عالجتم جراحي أيضا. كنت تشكو بشكل كبير من الحمى الليلة الماضية. أنا آسف. حسنا، أنا رأفة، هذه زوجتي نهلة. أنا عاصم، إنني لن أنسى ما حييت معروفكم أبدا. عفوا يا عاصم، أنت لست مدينا لنا بشيء. صحيح. لا تشكرنا على شيء. أريد أن أسألكم سؤالا، عندما وجدتموني عند النهر هل رأيتم أي شخص آخر؟ ها؟ من؟ ولد أصغر مني اسمه هاني، هاني صابر. هاني؟ يا لولو، تعال فلنذهب إلى الجانب الآخر. الوقت غير مناسب لأن تتقدم لخطبتي الآن، الأمور ليست على ما يرام. هذا ما كنت أخاف منه، لقد برز الخلاف من جديد. صحيح، ولو أنك تقدمت الآن فإن ذلك سيسبب الكثير من المشاكل بين عائلتينا، ولهذا يجب أن تنتظر. أرجوك. حسنا يا نشوى، ليس عندنا سوى الانتظار. إنها جميلة. من هذا؟ فرج، إنها فرج. ماذا تفعل هنا؟ جئت أتفرج، أسلي نفسي. فرج، إنني لم أره من قبل. إنه يسكن عندنا. فهمت. حسنا يا نشوى، سوف نؤجل الموضوع مؤقتا. أفضل. حسناً، سأذهب الآن. اهتم بنفسك يا عزبي.
لك أصدقاء يا فرج؟ إني أراك دائما التفكير. لماذا؟ أنت دائما وحدك. طبعا لي صديق أحبه كثيرا ولم أشاهده منذ أن انقلب بنا القارب. عاصم! سيد فرج، من هذا؟ شاب غريق، أنا متأكد أنه شخص لا تعرفه حتما. مسكين، لقد غرق. مسكين عاصم. الأفضل أن تبعد عن المشكلة. ليس عاصم يا لولو، الحمد لله، فلنواصل البحث عنه. إنه لم يغرق، لابد وأن يكون حيا يرزق. سيد فرج، سيد فرج، السيد فسيح يريدك. يا سيد فرج، سيد فرج، السيد فسيح يريدك. تعال يا فرج، تعال نذهب إلى السد. للصيد؟ ممتاز، أنا صياد ممتاز، هل تعرف؟ صحيح، سوف ترى كم أنا ماهر في الصيد. هيا. حسناً. احترسوا، الله معكم، لا تؤذوا أنفسكم. ابقى معي يا لولو، سألعب معك حتى يعودا. كامل. السيد رأفت. من هو ذلك الولد؟ لا أظن أنني رأيته من قبل. ها؟ من هو؟ إلا ضيف عندنا، وصل عندنا يوم أمس، حيث يقول إنه سقط من القارب. صحيح، ما هو اسمه؟ هل تعرف؟ قل لي. لماذا تكره عائلتك عائلة الصيادين إلى هذه الدرجة؟ إني لا أفهم السبب. لماذا؟ ها؟ أظن أنه الجهل. ماذا تقصد؟ لا تعرف ماذا أقصد؟ لا أعرف. افرض أن رجلين اشتبكا وقتل واحد الآخر، فإن عائلته تسعى إلى الانتقام من عائلة القاتل، ثم تذهب هذه العائلة لتنتقم منه، وهكذا تستمر القصة، وهذا هو الجهل. وإلى متى؟ إلى أن تنتهي إحدى العائلتين. هذا سيء. هذا صحيح، لا يتكلمون مع بعضهم البعض ولا يتعاملون معا أبدا. ولا زواج بين العائلتين؟ مستحيل طبعا. مسكين نشوى. Thank you.
أطلقت النار على عزم الصيادين يا أبي. ما لك من غبي؟ إنه لم يرد عليك لأنك طفل، كذلك قالوا لي إنك لم تطلق النار علنا. لم أكن أعرف أن ابني جبان. كان يجب أن أمنعه. إن هذه المشكلة بخصوص محصول القطن أصبحت معقدة بفضلك. إن هذا لا يطاق. كيف تستمر الحياة بهذا الشكل؟ كان يجب أن أمنع فصيح، لقد كنت غبيا أيضا. ماذا؟ الولد وقع من القارب. عاصم، يجب أن تظل في الفراش. صحيح، ولكنه ليس الولد الذي تبحث عنه على ما أظن. ما الذي يدريك؟ لأن اسمه فرج، فرج زيدون. فرج؟ فرج زيدون؟ من أين له هذا الاسم؟ لا أعرف. إن هاني لم ينسى عاصم، ولكنه الآن مشغول في نجوى التي لن تستطيع الزواج من عزمي، وهو أيضا يفكر في فصيح الذي حاول قتل عزمي. ها نحن قد استرجعنا القطن ولم نستخدم البنادق أيضا. إن أبي سيسر لذلك، فعلا سيسر لذلك أكيد. ها هم يأتون إلى هنا ثانية. أسرع. فكرت أن كل شيء انتهى. إنها حيلة قذرة يا حامد. ماذا تقصد؟ إنك أنت الذي تلجأ للخدعة. أبعد بندقيتك واذهب إلى البيت يا أحسان. هيا. هذا ما أريد أن أقوله لك. لا يمكن أن يطلق أحد من عائلة النار على أحد من الخلف في الغابة. توقف عن إهانة عائلة أحسان. أسكت يا حامد، أسكت، أسكت قلت لك. يا سيد حامد، يا سيد سالم، أرجوكما تعالى إلي. حامد وسالم لم يعودا إلى البيت بعد؟ كلا يا سيدتي. أرجو أن يكونا بخير، إن فصيح لم يؤذي أحدا. لا يا سيدتي لا. من هذا؟ فرج. ادخل يا فرج. إنني أريد أن أعتذر، كان يجب أن أمنع فصيح عن إطلاق النار. إنها ليست غلطتك يا فرج، ولا لا ألم فصيح أيضا. إنه طفل، فهو يصدق ما يقوله له أبوه وإخوته الكبار. هل تعلم يا فرج أنني أحبك؟ أنت صحيح وحيد، ولكنك أسعد كثيرا منا جميعا في هذه العائلة أو في عائلة الصيادين. أتصدقني؟ نجوى. حامد وسالم، هل رجعا؟ أظن يا سيدتي، أظن. لقد وصلوا، لقد وصلوا. ها؟ أين حامد يا سالم؟ ها؟ أين حامد؟ حامد ليس معنا، ليس معنا حامد. هل هل
هل مات؟ كلا، لا يا أبي، لم يمت، لقد أمسكوا به فقط. أمسكوا حامد؟ صحيح، سوف يقتلوه، سيقتلون حامد. لا تقلق يا فصيح، إن أحسن الصيادين عندنا بدلا من إنه عندنا. أمي، سيقتلون حامد، سيقتلون. على مهلك يا فصيح، حافظ على هدوئك إذا كنت منا. فصيح لا تبكي، إن حامد على ما يرام يا بني. مسكي. وهكذا تعقدت الأمور بين العائلتين. انزعج هاني، إنه يشعر الآن أن شيئا ما سوف يحدث.